مرحبا بكم درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية المرحلة الابتدائية، واليوم عندنا درس جديد من كتاب النشاط للصف السادس ابتدائي English for Iraq's 6th Primary Activity Book page 88 and page 89 from unit 7 lesson 1 من الوحدة السابعة الدرس الأول. قبل أن نبدأ درسنا هذا اليوم، إذا كنت جديد بالقناة لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الإشعارات وضغط زر اللايك لدعم الفيديو ودعم القناة. عندنا مجموعة من التمارين نتعلم طريقة حلها بشكل صحيح. عندنا A. Write the endings for the phrases in the list. Write the endings for the phrases in the list. اكتب النهاية للكلمات بهذه الجمل. يريدنا عندنا في هذا التمرين كتابة نهاية الجملة أو نهاية الكلمات بهاي الجملة وشون ننهي الجملة بطريقة صحيحة. عندنا number one. Do the shop. The shopping. Do the shopping. Do the shopping. طبعا هاي القائمة أو هاي الموجودة بقائمة to do the list أو to do list أو قائمة الأشياء اللي لازم نسويها. عندنا number one. Do the shopping. إذا المفقود ping. Number two. Clean the house. Clean the house. Clean the house. Number three. Bake a Mother Day cake. Bake a Mother Day cake. يعني طبخ أو تحضير كيكة عيد الأم. Number four. Buy a present for mom and grandma. Buy a present for mom and grandma. شراء هدية لأمي وإلى جدتي. طبعا نهاية الجملة تكون نقطة، ولكن هنا نكتب احنا الجزء المفقود من كل كلمة بنهاية الجملة. بعده put up the decorations. Put up the decorations. Shins هي المفقودة. Number six. Make mom and dad and grandma's cards. Make mom and grandma's cards. اللي هي تحضير كروت المعايدة لأمي وجدتي. إذن الجزء المفقود هاي DS. Number 7. Wrap our presents. Wrap our presents اللي هي تغليف الهدايا مالتنا. Wrap up our presents تغليف هدايانا. تمام، فقط كتابة الجزء المفقود من كل كلمة بنهاية الجملة وختم الجملة بنقطة لأن جملة اعتيادية. هذا بما يخص التمرين A. عندنا التمرين B يقول لنا write a sentences for each picture. Write a sentences for each picture. اكتب جملة لكل صورة من هاي الصور. تمام، write a sentences for each picture. اكتب جملة لكل صورة. مثل ما تشوفون صور أمامكم، راح نكتب جملة تخص هاي الصورة. بالنسبة للبيكتشر 1 عندنا مثل ما تشوفون هنا المام. She is cleaning the house. هي تتنظف المنزل. She is cleaning the house. هي تتنظف المنزل. هنا دي يسوون يسوقون طبعا. إذن they're shopping. They're shopping. هم دي يسوقون. عندنا number 3 هنا دي يسوون هنا. طبعا دي يغلفون الهدايا مثل ما تشوفون بكتابكم اذا تنظروا له، هو دي يغلفون بالهدايا. They're wrapping up the present. They're wrapping up the present. دي يغلفون الهدية. عندنا الصورة الأخيرة، طبعا هذا الديكور دي يرتبون بالديكور. They're putting up the decorations. They're putting up decorations. هم دي يحضرون أو دي يسوون الديكور الخاص بالحفلة. إذا كتبنا جمل لكل صورة من هاي الصور، طبعا تعلمناهن ايضا من قائمة الاشياء اللي لازم يسووها. تمام، فقط خلينا الضمير اللي يناسب الصورة. هنا عندنا الشي، هنا عندنا الذي، هنا عندنا ايضا ذي، وهنا ايضا مجموعة اشخاص نخلي لهم ذي. الشي تاخذ is والذي تاخذ are. they are. they are اختصرناها صارت there، وهنا she's. تمام، من بعدها خلينا الشي دي يسووه او الفعل اللي يقومون به. تمام،
هاي طريقة حل التمرين بي بكل سهولة. ننتقل إلى التمرين سي واللي هو هذا يعتبر من التمارين المهمة كلش. يقول لنا correct the mistake in the email and write them down. صحح الأخطاء اللي موجودة بالإيميل واكتبهن بالأسفل. طبعا هنا مرقمات الأخطاء تمام، لكن راح نسمع المقطع الصوتي الخاص بهن وراح نعرف الأخطاء اللي موجودة هنا تمام، راح نتبع ونعرف الأخطاء اللي موجودة ونعرف الحل الصحيح الخاص بهن. خلينا نسمع المقطع الصوتي وننشر مع المقطع الصوتي ونحاول نعرف الأخطاء مالتنا ونكتبها بشكل صحيح. Track 91. Listen and check your answers. To Noor. Subject: Our birthday party. My family is very excited this week because on Saturday we're having a party for my grandpa's birthday. He doesn't know about it and it will be a big surprise. The party is going to be at our house. We're very busy getting everything ready. I wrote a list of things we need to do. We want to help our mum and dad. I'm going to help mum clean the sitting room and Basim is going to tidy his bedroom. On Friday, we're all going to go shopping to buy the presents and the party food. We're also going to buy some new clothes. On Saturday morning, I'm going to help mum do the cooking. Dad and Wissam are going to put up the decorations. Amar is going to make a card for Grandpa. I think we should help him to do the drawings and make any cutouts. Dad is going to wrap up Grandpa's present and we will help him. I won't see you this weekend because I'm going to be too busy. I'll see you in school on Sunday and tell you about the party. Hibba. مثل ما سمعتوا المقطع الصوتي، طبعا الأشياء المؤشرة هنا أو المرقمة طبعا كلها خاطئة، لكن الكتابة الصحيحة هنا بمكان الآت راح تكون on، بمكان الwant راح تكون will. نمبر 3 بمكان الآن أو الon راح تكون at. عندنا نمبر 4 بمكان الهاوس راح تكون room. نمبر 5 بمكان الهير راح تكون his. نمبر 6 بمكان الميك راح تكون by. و نمبر 7 بمكان البوت راح تكون بمكان البوت راح تكون and. نمبر 8 بمكان داون راح تكون up. و بمكان البيك راح تكون ميك. وايضا بمكان الشوبينج راح تكون present. و بمكان التو هذه راح تكون تو اللي هي لان هنا عندنا صفة تمام، busy صفة لازم قبلها تكون هاي تو دبل او تمام. اخر شيء بمكان الفور راح تكون about. اذا هاي هي طريقة حل الصحيحة لهذه الجمل حسب ما سمعنا بالمقطع الصوتي وحسب ما سمعنا الايميل. طبعا حاولت اختصر الكتاب بالنسبة لكم وحل التمارين ايضا. اتمنى تكونوا استفادتوا من هذا الدرس البسيط. في نهاية الدرس لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الاشعارات وضغط زر لايك لدعم الفيديو ودعم القناة. إلى اللقاء في درس آخر.